ما هي الأسلحة السرية التي يتم إنشاؤها لقوى الفضاء الأمريكية ولماذا يتكتم عنها البنتاغون؟ خلال الأسابيع القليلة الماضية نقلت الصحافة المتخصصة أخبارا عن تطوير بعض الأسلحة الواعدة لقوى الفضاء الأمريكية. يقال إن مثل هذا المشروع تم تطويره في جو من السرية التامة والمعلومات المتعلقة به متاحة فقط لدائرة ضيقة من القادة والمشاركين، ومع ذلك قد يتم تقديمه للجمهور في المستقبل القريب. تم الإبلاغ عن وجود مشروع غير معروف وتمت عمليات رفع السرية عنه في 20 من أوت بواسطة منصة بريكنج ديفنس المتخصصة. تم الحصول على المعلومات من مصادر المنصة المجهولة في البنتاغون، وبالإضافة إلى ذلك قدمت البيانات النادرة المتاحة الأساس لبعض التقديرات والتوقعات. تشير تقارير بريكنج ديفنس إلى أن بعض الأسلحة الجديدة قد تم تطويرها لصالح القوة الفضائية الأمريكية في الوقت نفسه، لا تزال فئة هذه العينة وقدراتها وخصائصها غير معروفة. تم تنفيذ أعمال التصميم في وضع برنامج الوصول الخاص، فقط المشاركون المباشرون ودائرة ضيقة من كبار المسؤولين من القيادة العسكرية والسياسية يعرفون ذلك. وبحسب المصادر كان من الممكن رفع السرية عن النموذج الجديد في الخريف الماضي خلال مؤتمر سبيس سيمبوزيوم 2020، لكن هذا الحدث لم يحدث بسبب الحجر الصحي المرتبط بانتشار فيروس كورونا، وتم تأجيل العرض الأول للسلاح إلى أجل غير مسمى. ووفقا لآخر التقارير، كان البنتاغون والبيت الأبيض يحاولان الاتفاق على خطط الكشف خلال الأشهر القليلة الماضية، ويمكن توقع البيانات الرسمية الأولى في المستقبل القريب. وفقا لبريكنج ديفنس، تم تأجيل عرض الأسلحة الجديدة مرة أخرى إلى أجل غير مسمى، هذه المرة بسبب الأزمة في أفغانستان، حيث ركزت إدارة جو بايدن ووزارة الدفاع جهودهما على القضايا الحالية، مما تسبب في تلاشي العروض الأولى البارزة في الخلفية. وما زال غير معروف نوع الأسلحة التي يستعد البنتاغون لتقديمها، حيث تم الإبلاغ عن أن هذه العينة تهدف إلى مكافحة أهداف في الفضاء الخارجي. ومع ذلك لم يتم الكشف عن النطاق المقصود من الأهداف ومبادئ التشغيل وحتى الأساس المبني عليه. كل هذا يسمح لنا بطرح مجموعة متنوعة من الإصدارات، وقد يتضح أن أي منها صحيح في النهاية على حد تعبير تقرير المنصة. تجدر الإشارة إلى أنه في العقود الأخيرة عمل البنتاغون والصناعة الأمريكية بنشاط على نماذج تجريبية مختلفة للأسلحة المضادة للفضاء، حتى أن بعضهم وصل إلى اختبارات شاملة. لا يمكن استبعاد أن يكون المشروع السري الجديد استمرارا مباشرا لأحد هذه البرامج. منذ أوائل عام 2000 كان مختبر أبحاث القوة الجوية يركز على مناورة المركبات الفضائية. تم تطوير واختبار عدد من أقمار المسح القادرة على تغيير المدار والاقتراب من المركبات الأخرى، وربما القيام بأعمال مختلفة في المدار. تعود آخر التجارب المعروفة من هذا النوع إلى 2018، عندما أسقط القمر الصناعي إيجل 3 مركبات أصغر ورافق أجساما أخرى في المدار. بالإضافة إلى ذلك يتم تشكيل كوكبة من أقمار الصناعية إكساب لمراقبة المعدات الأجنبية في المدارات الثابتة بالنسبة إلى الأرض. من الممكن تماما أن يكون مفتشو الأقمار الصناعية قادرين على حمل وسيلة أو أخرى للتدمير، مما يسمح لهم بحل مهام قتالية كاملة. يمكن أن تكون رؤوسا حربية شديدة الانفجار أو متشظية أو أنظمة حرب إلكترونية أو حتى ليزرا قاتلا. في سنة 2008 أجرى البنتاغون عملية فروست بيرند كجزء من هذا الحدث. أسقط الطراد CG-70 قمرا صناعيا معيبا يدعى USA-193 باستخدام صاروخ SM-3. كان الهدف على ارتفاع 247 كيلومتر، وكان يتحرك بسرعة تصل إلى 8 كيلومتر في الثانية. لم يتم إجراء اختبارات أخرى من هذا النوع، ويمكن أن تكون نتيجتهم الآن تعديلا محسنا لصاروخ قائما على متن سفينة أو منتج جديد تماما. في الحالتين يمكن للبحرية الاعتماد على توسيع قدراتها القتالية. بحسب المنصة هناك قدرات
قتالية واكتمال تطوير نوع جديد تماما من الأسلحة، ويزعم أيضا أنه يمكن عرضه على الجمهور في الوقت نفسه انقضت بالفعل مواعيد العرض التقديمي المتوقعة، ولم يتم الإعلان عن مواعيد جديدة بعد. بشكل عام تظهر الكثير من الأسئلة وتظل جميعها تقريبا بدون إجابة، علاوة على ذلك لم يتم تأكيد حقيقة وجودها. ربما في المستقبل القريب سيكشف البنطاغون عن خططه، وبعد ذلك سيتضح متى وماذا سيسلح الفرع الجديد من القوات المسلحة، وما هي القدرات التي سيكتسبها. لكن حتى الآن كل شيء يعود إلى رسائل مجزأة من مصادر غير معروفة وافتراضات مختلفة.